نروح لموضوع ثاني. احنا كل يوم نسمع قصص عن المرأة، معاناتها، نجاحاتها، تحديات اللي بتواجهها، لكن كل هذه القصص مع الوقت بتتحول لأخبار وبننساها صراحة، وبيجي غيرها وبتستمر الحياة. وهنا يجي دور الأدب، وزميلتنا دانا طرحت سؤال: هل ينصف الأدب العربي المرأة؟ وكان لها لقاء مع الكاتب والإعلامي سمير فرحات اللي كان عنده عدة إجابات من وحي تجربة. خلونا نشوف. يلا نشوف. إذا كان الأدب مرآة حقيقية تحكي عن واقع مجتمعاتنا، فإن حال المرأة في الأدب العربي هو حالها في المجتمع العربي بلا شك. فعندما تكتب المرأة، هل تنصف هي نفسها؟ والأهم من ذلك، هل ينصفها الرجل عندما يكتب عنها؟ بين فرويد وبرنارد شو، اللذين كانا يخافان من المرأة ويريان فيها مصدر خطر، وتشيكوف وعباس محمود العقاد وتغزلهما بسلبية المرأة على اعتبار أنها طبيعة فطرت عليها، أين تقف المرأة في الأدب اليوم بشكل عام وفي الأدب العربي بشكل خاص؟ الحديث أكثر عن هذا الموضوع نتعرف اليوم على الكاتب والإعلامي سمير فرحات، له 21 مؤلفاً في مجالات أدبية وبحثية مختلفة، منها الرواية والقصة القصيرة والشعر وغيرها، وأحرز عدة جوائز عن أعماله الأدبية وإسهاماته، كان آخرها جائزة الكاتب العربي الدولية التي قدمها له المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان. صباح الخير أستاذ سمير. صباح الخير دانا. شكراً كثير على تواجدك معنا بصباح الخير يا عرب. بداية بدنا نحكي بشكل عام عن تجربتك الأدبية وكيف وجدت مجال للأدب في ظل عملك بالإعلام أيضا. هو أنا وجدت يمكن مجال للإعلام بعمل الأدبي، لا حقيقة هن اثنين كانوا مترابطين كل الوقت. أنا من قبل ما بلش إعلام بلشت أكتب، وأكيد شغلي بالإعلام حتى طور لي أنا المادة الكتابية تبعولي، طور لي أسلوبي، لأنه إضافة أكيد أنا لحبي للقراءة في كتير إشياء أخذها من الإعلام نقلتها على الأدب. يعني هذا الأدب الإعلام كتير ساعدني، حطني على تماس مع الواقع أكثر، مع القضايا، مع المشاكل، مع الناس كيف بتفكر، كيف تتصرف، الكاركترات المختلفة عندهم، فغزالي كتير إذا بدك الروح الأدبية اللي فيه والغنى بالأسلوب. للمرأة في أدب سمير فرحات كان لها أكثر من ظهور، ولعل أبرز ظهور للمرأة في أدبك في رواية بنات خودة اللي بتحكي عن مأساة النساء الأيزيديات في العراق، خاصة بظل ربما الجرائم اللي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي للأسف فيهم من قتل وتنكيل واستغلال وغيرها. احكي لنا كيف قدرت أنك بهاي الرواية أول شيء ليه اخترت تحكي بهذا الموضوع الحساس جدا، وكيف قدرت تحكي بلسان المرأة الأيزيدية المظلومة؟ بنات خودة هو أنا بخلال عملي ببرنامج كلام نواعم قدرت تواصلت مع شخص بألمانيا، وهذا شخص كان عنده قصة بنته اللي تعرضت لقتل بنت أزيدية بألمانيا نتيجة جريمة شرف، وهذا الشيء وعيني انتباهي لهالمجموعة من الأشخاص اللي حقيقة أنا ما كنت بعرف عنهم شيء. ففت بروشيرش موسع عنهم وكونت المعطيات، وكان بوقته السبي تبعو الأزيديات 2014 كان بعده جديد، يعني 5000 امرأة صوبية من قبل داعش اغتصبوا وبيعوا وتعرضوا لكل أنواع الانتهاكات، وكونت مجموعة أكيد من الأبحاث الإعلامية لأنه في كتير معطيات. يعني هي رواية ولكن توثيقية لربما توثيقية أكيد فيها طبعا المتخيل اللي هو أنا أبطال الرواية القصة، بس مستندة إلى وقائع صارت، مستندة لأحداث واقعية، لكل أكيد الأحداث بتناول هاي الفقرة كلها حقيقية، بس أنا أضفت من عندها لأعمل أسلوب رواية أكيد فيها. بظل الأحداث اللي نحن بنسمعها كل يوم، صحيح أنه الانتهاكات بحق الإنسان، ولكن لربما أكبر الضحايا بيكونوا النساء والأطفال، خاصة بالحروب بوطننا العربي وغيرها من الانتهاكات. قدي مهم أنه الأدب يحكي عن المرأة؟ أكيد الأدب أنا بالنسبة لي بعتبره تأريخ. يعني أنا رواية بنات خودة يمكن هلأ اللي بيقراها بحس أنه شغلي بعدها معيوشي وعم نسمع شوي عنها بالصحف بالتلفزيونات، بعد 20-30 سنة هالقصص رح تنمحى، هالمعاناة كلها رح تروح، ما حدا حيفكر فيهم، رح ينتسوا، رح يصيروا أرقام. أنا بعتبرها تأريخ هيدي الرواية، إذا بتنقرأ لقدام بتقدر
تعرفي اكثر شو كان عم بيصير. تستعيد الذاكره، تقدر تستعيديها وتضل بالنسبه لإلي كمان درس لامراه بوطننا العربي. عن جد عم بتعاني، يعني لو ما كانت عم بتعاني من الحروب، في كثير بلدان عم بتعاني فيها من قهر العائله للاسف في بعض الاحيان. وكثير عم نسمع قصص هاي الايام، مثل قصه الشابه الفلسطينيه اسراء غريب اللي بحسب النيابه العامه قتلت على يد اهلها. فقد ايه بتحس انه الادب عم بيحكي بقضايا الشرف، عم بيحكي بالقضايا اللي بتمس المراه العربيه وخصوصيتها؟ مش ضروري نضل أدب مراثي ونحكي بس عن المعاناة المرأة. المرأة في كتير إشياء وأكيد انتقلت، بعد في شرائح، بعد في قسم بمجتمعات معينة بعد المرأة بتعاني أكثر من غيرها. ضروري يضل ينحكى عنها، حتى في جانب مضيء بأكثر الأماكن ظلمة، حتى بمخيمات اللجوء وفي بلادنا. فطبعا نحن لازم كمان نحكي عن هيدي النجاحات، عن المرأة، المرأة اللي عم بتواجه، المرأة اللي عم تتحدى، المرأة اللي عم تنجح. كمان شغلة الأديب مثل شغلة الإعلامي يضل يعطي أمل، يضل يعطي أمل، مش فولس هوب بس يعطي أمل مستند عن جد لوقائع كمان عم بتصير على الأرض. الإعلامي والكاتب سمير فرحات، شكرا كثير على تواجدك معنا، تشرفت بوجودك بكتب الصباح، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات مستقبلية مع روايتك المقبلة. شكرا، شكرا دانا، شكرا للـ MBC.